أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين وعلى صحبه ومن والاه أجمعين. الدعاء وأسرار استجابته، ولماذا يدعو بعض الناس فيستجاب لهم، ولماذا يدعو آخرون فلا يستجاب لهم؟ أحبتي في الله، سنقدم لكم اليوم آية من القرآن الكريم فيها سر قاطع لاستجابة الدعاء. من قرأ هذه الآية المباركة 7 مرات متتالية بنية صادقة وإخلاص لله استجاب الله له دعاءه في ساعته. ويصح الدعاء بعد قراءة هذه الآية المباركة، يصح بها لطلب الرزق ولصلاح الأزواج ولصلاح الأولاد ولفتح القسمة ولأي أمر تريد، فإنه يستجاب لك في ساعتك. ولا يصح هذا الدعاء أحبتي في الله لما لا يرضي الله ورسوله، فهذا الدعاء الذي تريد أن تدعو به وأنت تعلم أن هذا الدعاء لا يرضي الله والرسول لا يستجاب، وقد يكتب لك فيه اسم. فأي دعاء أحبتي في الله خارج عن حدود الله لا يستجاب، ويكتب لصاحبه عليه اسم. أما الدعاء لله عز وجل والتبرع لله والمناجاة، فهذا لك فيه أجر، وهو نوع من أنواع العبادة وتقرب من الله عز وجل. والدعاء أحبتي في الله، الدعاء ذكر في القرآن الكريم في عدة سور، منها قوله تعالى في سورة غافر قال: ادعوني أستجب لكم، ولكن ادعوا الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، أي ادعوه خوفا وطمعا أو ادعوه تضرعا وخفيا، ولا يدعو أحدكم وكأنه يطلب من شخص ما أي طلب. هذا خطأ، فأنت أخي أو أختي في الله، أنتم تدعون الملك الجبار القادر المقتدر الذي سمع نداء نبيه يونس في بطن الحوت، فهو يسمع دعاءكم ويستجيب لكم، لكن ادعوه بقلب سليم. كي لا نطيل عليكم كثيرا أحبتي في الله، نعود لموضوع حلقتنا وهي آية من القرآن الكريم. اقرأها 7 مرات واطلب من الله ما شئت، أو ادعو الله بما شئت فإنه يستجاب لك في ساعتك. قبل أن نبدأ، نتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضغط اللايك دعما للقناة، لنقدم لكم المزيد ولتصلكم الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، إذا أردت أن يستجاب دعاءك في ساعتك، تقرأ الآية الكريمة التالية 7 مرات في أي وقت، ليس لها وقت مخصص أو محدد، تقرأها 7 مرات وتدعو الله بما شئت، فإنه يستجاب لك في نفس الساعة بإذنه تعالى. والآية المباركة هي من سورة البقرة، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. هذه الآية إخواني أخواتي تقرأ 7 مرات قبل الدعاء، وهي: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. تقرأ الآية المباركة 7 مرات وتدعو الله بما شئت، فإنه يستجاب لك في ساعتك بإذنه تعالى، وهي بإذن الله صحيحة مجربة مؤكدة. نسألكم الدعاء، ونتمنى منكم زيارة القناة الثانية للإطلاع على المزيد من الأعمال الروحانية الصحة المجربة. سأترك لكم رابط القناة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، نأمل منكم زيارتها مشكورين. ولأي سؤال أو استفسار اتركوا لنا تعليقاتكم وسنتابعها جميعها ونرد عليكم بإذن الله تعالى. شاكرين لكم أحبتي في الله حسن متابعتكم، شكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.